السلام عليكم عودة إلى عالم الاجتماع الفرنسي جوستاف لوبون وكتاب جديد اللي هو السنن النفسية لتطو... لتطور الأمم في هذا الكتاب يتحدث بي عن كيف أن الأمم والشعوب تغير ديانتها لغتها أنظمتها فيقول أنه يستحيل على العروق العليا أن تفرض حضارتها مهما كانت على العروق المتأخرة أو حتى تقوم بعملية يعني تحمل هذه العروق على اعتناق الحضاره الغربيه على سبيل المثال هذا صعب يقول اقوى ما عند الاوروبيين من وسائل متحضره ممكن عن طريق هذه الوسائل تاثر على الامم الاخرى مثل التربيه مثل الانظمه قوانين المعتقدات يستحيل عليها ان تغير انظمه الامم الاخرى ثبت عدم كفايه هذه الوسائل باكملها لتغيير الحياه الاجتماعيه في الامم المتاخره اللي احتلتها هذه الدول الاوروبيه على سبيل المثال لذلك جميع عناصر احدى الحضارات هي عباره عن ممازج ممازجه او هذه العناصر الحضاره تلائم مزاج نفسي معين نشا عن وراثه طويله استمرت قرون وقرون فصار من المستحيل تتغير هذه العناصر الموجوده عند اي امه من الامم من غير ان يتغير هذا المزاج النفسي الذي تشتق منه تلك الحضاره. لذلك القرون وحدها وليس الفاتحون وليس المستعمرون القرون الطويله وحدها هي التي تستطيع انجاز مثل هذا العمل لذلك احدى الامم ممكن ان تصعد في سلم الحضاره لكن تصعد بشكل بطيء جدا وعلى سلسله من المراحل الطويله مثل التي تجاوزها هؤلاء المرابره الجرمانيين الذين هدموا الحضارة اليونانية والرومانية في وقتها هؤلاء تجاوزوا هاي السلسلة لذلك من يحاول أن يقوم بتحويل أمة من الأمم عن طريق التربية أن على سبيل المثال يجنب هذه الأمة من المحاوي ومن السقوط وغيرها هذا الشخص أو المحاولة هذه بحد ذاتها إنما تربك مزاج الأمة النفسي وبالنهايه سوف تسوقها الى مستوى ادنى من المستوى الذي كانت فيه، الذي كانت باقيه عليه او ممكن ان تصل اليه لو كانت تركت وشانها ترتقي السلم درجه درجه. لذلك هذا البرهان، هذا الكلام باكمله اللي يطبق على العروق الدنيا، نعم بكل بساطه ممكن ان يطبق على العروق العليا نفس الشيء. العروق العليا لا تستطيع كذلك ان تحول حضارتها بشكل مفاجئ بغتة ابدا بل لابد من مرور قرون من مرور زمن طويل جدا ومن تجاوز مراحل طويله مراحل كثيره من اجل بلوغ ذلك الهدف لذلك اذا ما ظهر اعتناق امه من الامم في بعض الاحيان لدين لمعتقد من المعتقدات، لنظم من الانظمه، لغه من اللغات، فن من الفنون. هذا الفن، هذا الدين، هذه اللغه تختلف عما ورثتها من اجدادها. هذا بالحقيقه لم يكن الا بعد تحويل هذه العناصر تحويل بطيء، هذا التحويل البطيء يجب ان يكون عميق ويجب ان يكون ملائم لمزاج تلك الامه النفسيه ولذلك يجب ان يكون بطيء وملائم لمزاج هذه الامه ممكن يعني عندما نطلع عندما نطلع على تاريخ الامم على التاريخ بشكل عام سنجد انه في كل صفحه من صفحاته يناقض كل الكلام اللي تكلمنا به من البدايه لحد الان نعم كثيرا ما نجد في التاريخ في كتب التاريخ امم تغيرت في كثير من جوانبها مثلا الدين اللغه عناصر حضارتها تعتنق دين جديد تترك دينها الاصلي تنتحل لغات ثقافه اخرى تتخذ نظم جديده وتترك النظم القديمه نعم في التاريخ يحدثنا عن امم كثيره تترك معتقداتها المتاصله بها من اجل ان تعتنق المسيحيه او البوذيه او الاسلاميه هذا حدث في التاريخ ايضا امم تغير نظمها تغير فنونها ثقافتها تغير اساسي في التاريخ ايضا يعني ياتي هناك نبي او فاتح او حتى لربما هوس النبي الفاتح الهوس يكفي لاتيان مثل تلك التحولات بكل سهوله واذا بامه بكامله تتحول الى ما يريده هذا الهوس اللي حدث او النبي او الفاتح لكن مع ذلك قراءة متأني التاريخ عندما يعرض علينا تلك الثوره المفاجئه هذا التاريخ بالحقيقه هو لا يصنع سوى او لا يقوم الا بعمليه معتاده من اعمال التاريخ اللي هي اختلاق الاغاليط ونشرها. سنعرف كيف يحدث الامر عندما ندرس التحولات اللي حدثت باي امه من الامم امه غيرت دينها، ثقافتها، لغتها لا نلبس ان نرى انه فقط غلاف الكتاب تغير فقط الديكور تغير فقط الاسماء هي اللي تغيرت بينما ممكن ان نرى الحقائق ممكن ان نرى الجوهر يتستر خلف الالفاظ يستمر باقي في الحياه ولا يتحول الا ببطء شديد جدا 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 من أجل أن نثبت هذا الكلام يقول جوستاف لابون من أجل أن نثبت هذا الكلام حتى نبين في الوقت نفسه كيف تتطور هذه الأمم تطور بطيء وليس تطور سريع نرى علينا أن ندرس عناصر كل حضارة لدى الامم المختلفة حتى نجد انه هذا تاريخ الامة كيف تطورت. عناصر الامة اللي هي الدين، الثقافة، الفنون وغيرها. احد هذه العناصر المهمة التي تتالف منها اي حضارة هي الفنون. الفنون مهمة بكل حضارة، عندما ندرس التطور الذي يحدث على الفن في اي حضارة عند انتقال هذا الفن من امه الى امه ومثل ما ذكرنا انه التحولات هي ليست الفنون وانما هي الدين الثقافة الأنظمة بأكملها اختار الفن لأنه يعني عندما ندرس الفن السنن الموجودة بالفن ممكن نطبقها على جميع العناصر الأخرى تطبق على جميع العناصر عندما ندرس فنون الأمم إذا كانت هذه الفنون لها نسب بمزاج هذه الأمة النفسي فإن اللغات والأنظمة والمعتقدات وما إليها سوف نعرف أن لها نفس النسب النفسي نفس النسب اللي موجود للنسب الفني كلاهما يتبعان أو ينحدران من نفس المزاج النفسي بمعنى أن هذه الأمة ما تتغير فنونها عاداتها تقاليدها ولا تنتقل من أمة إلى أخرى بشكل بسيط جدا وإنما أيضا عبر مراحل طويلة تظهر لربما هذه النظرية يعني غريبة إذا قصناها بالنسبة للفنون على المعتقدات الدينية على الخصوص لذلك موجودة في تاريخ المعتقدات أمثلة ممكن نحس بها أفضل من الفنون لذلك يتعذر على أي أمة أن تغير عناصر حضارتها فجأة بالضبط كما يتعذر على أي شخص أن يغير طوله أو يغير لون عيونه أبدا فلذلك لا أحد يجهل أن جميع الديانات العظيمة مثل الديانه الهندوسيه، مثل الديانه البوذيه، المسيحيه، الاسلام اسفرت هذه الديانه عن دخول الناس افواج فيها بل ان امم باكملها اعتنقت هذه الديانات، لكن الانسان اذا ما درس بتمعن تلك التحولات اللي حدثت في المجتمعات لم يلبث ان يبصر انه الذي غيرت الامم اللي اعتنقت الاسلام الهندوسيه البوذية المسيحية هو فقط اسم الدين وإلا الدين القديم نفسه باقي يعني بالحقيقة أن المعتقدات المنتحلة الجديدة سوف تعاني من تحولات بطيئة ضرورية هذه التحولات سوف تكون بطيئة لأن التحولات الأصلية المعتقدات القديمة سوف تكون هي الراسخة المعتقدات التي اللي تكون راسخه اما المعتقدات الجديده سوف تكون عباره عن عمليه ادامه للمعتقدات القديمه لذلك ما تخضع له المعتقدات التي تحولت لهذه الامه عندما انتقلت من امه الى امه هو من القوه في الغالب نستطيع ان نقول انه الدين المنتحل حديثا لاي امه من الامم سوف يكون هذا الدين عبارة عن غطاء للدين الأصلي الذي لن ينتهي سوف يتغير فقط الاسم أفضل مثال ممكن أن نسوقه للكلام أو لإثبات هذا الكلام اللي تحدثنا به هو البوذية البوذية صارت عبارة عن دين مشوه بعد انتقالها من الهند إلى الصين ثم إلى اليابان كثير من المؤرخين كثير من الانثروبولوجيين والعلماء اعتبروا البوذيه دين مستقل بالبدايه. لذلك لم يعترفوا الا بعد زمن طويل بان البوذيه عباره عن دين حول العرق اللي اعتنقه الصيني واللي هي بدايتها هندوسيه. لذلك نستطيع ان نقول ان البوذيه الصينيه هي ليست بوذيه هنديه. البوذيه الهنديه نفسها هي تختلف عن بوذيه النيبال بوذية النيبال تختلف عن بوذية سيلان وهكذا. لذلك لم تكن البوذية في الهند سوى دين منفصل عن الهندوسية الأم. هاي اللي ظهرت قبلها واللي بدورها ما تختلف عنها الا قليلا. البوذية عندما ذهبت الى الصين البوذية بأكملها عندما ذهبت الى الصين ايضا هي كانت دين منفصل عن المعتقدات السابقة واتصلت بالمعتقدات اللي كانت موجودة بالصين اتصال وثيق هذا المبدأ ثابت في الديانة البوذية ثابت أيضا وينطبق على الهندوسية نفس الشيء بيان ذلك أن عروق الهند الهند بها أعراق جدا كبيرة هذه العروق الموجودة بالهند هي شديدة, شديدة الاختلاف لذلك من السهل بالضبط أن نفترض وجود معتقدات مختلفة على عدد العروق المختلفة وسوف تأخذ الديانات فقط تغيير بالاسم وإلا جوهر واحد لذلك جميع الأمم الهندوسية عدها وشنو وشيوا هؤلاء اثنين أهم آلهتهم ممكن أيضا أن نقول جميع هذه الأمم ممكن اعتبار ألويدة كتابها المقدس تختلف الأسماء هذين الإلهين الرئيسيين لم يتركا في الديانة إلا فقط اسمهم حتى يأخذون اسم آخر الكتب المقدسة لم تترك سوى نصوصها حتى تأخذ نصوص أخرى لذلك نجد بجانب ذلك عبادات جدا كثيرة لا يمكن أن تحصى لكن الأصل واحد هذه المعتقدات اللي ممكن نجد اختلاف كبير بيناتها لدرجة توحيدية زاد مشركة أو وثنية أو حتى وحدة وجود أو حتى عبادة الأجداد العفارية الحيوانات وغيرها لذلك أي شخص إذا لم يحكم في أمر عبادات الهند على سبيل المثال بغير ما جاء بكتاب الويدا هذا شخص لم يكن لديه أقل فكرة عن الآلهة هذه الآلهة التي تسود شبه الجزيرة الهندية الواسعة وعن معتقداتها جميع أتباع الديانة الهندوسية يقدسون عنوان الكتب المقدسة لكن مع ذلك لم يبقى على العموم شيء من الديانة التي تقود بها هذه الكتب اترك الديانة الهندوسية والبوذية وغيرها تعال إلى الديانة الإسلامية الديانة الإسلامية رغم سهلة سهلة من ناحية أنه ديانة توحيدية حالها حال المسيحية وحالها حال اليهودية مع ذلك الإسلام لم يشذ عن هذه القاعدة ممكن أن نجد فرق جدا كبير بين إسلام العرب وإسلام الفرس فرق بين اسلام الفرس وبين اسلام الساكنين بجزيره بالجزيره العربيه وفرق بيناتهم بين الاسلام الموجود بالهند. لذلك في بلاد الهند ممكن ان نجد حتى يعني احنا ذكرنا ان الاسلام هو دين توحيدي سوف نجد انه هذا الدين التوحيدي سوف يصبح في الهند الى حد ما معتقد اشراكي. كيف؟ في الهند سوف يعود الرسول محمد وكذلك أولياء الإسلام بالصالحين سوف يكونون آلهة جديدة مضافة إلى آلاف الآلهة الموجودة بالهند حتى أن الإسلام على سبيل المثال بالهند لم يوفق بالمساواة بين جميع الناس بالهند مع أن المساواة بالإسلام أحد أسباب فوزه في أماكن أخرى احنا نعرف الهندوسية بها طبقات أربع طبقات وليس انه ناس سواسيه لذلك المسلمين الموجودين بالهند يطبقون نظام الطبقات في الاسلام بالضبط كما يفعل الهندوس حتى انه هناك طائفه جدا كبيره اسمهم الدارويد هؤلاء السكان الاصليين للهنود ممتزجين مع الصينيين هؤلاء عندهم تشويه جدا كبير للديانه الاسلاميه لدرجه لا يمكن تمييزها عن الهندوسيه الا بصعوبة او تقريبا بصعوبة بالغة جدا. لذلك التمييز هنا فقط في اسم محمد عن والمسجد عن اسم النبي الاخر اللي او الالهه الاخرى الموجوده بالديانه الهندوسيه فقط لا اكثر ولا اقل. لذلك لا ضروره الى الذهاب حتى الى بلاد الهند من اجل ان نجد تلك التحولات العميقه اللي سوف يعاني من عندها الاسلام بانتقاله من العرب الى الفرس، من العرب الى الهند، من الهند الى الصين وغيرها. مثلا يضرب مثل اخر جوستاف لوبون عن الجزائر، يقول نترك الهند تعال الى الجزائر. سوف نجد في الجزائر عرقين شديدي الاختلاف اللي هم العرب والامازيغ. الامازيغ اللي هم ايضا مسلمين. ماذا سنجد؟ سنجد ان الاسلام بين اولئك العرب والامازيغ يختلف عن بعضهم البعض سنجد انه مبدا تعدد الزوجات اللي موجود بالقران الكريم يتحول الى مبدا يتصل على زوجه واحده عند الامازيغ لذلك الدين الموجود عند الامازيغ يقول جوستاف لوبون هو مزيج من الاسلام ومن الوثنيه القديمه اللي كانوا يعتقوها الامازيغ الذين راوا انه هي ديانتهم الاصليه ديانه اللي كانوا يتعبدون بها عندما كان سلطانهم موجود في قرطاجة فحدث تمازج لذلك أترك الجزائر أيضا نفس الشيء عندما تذهب إلى ديانات أوروبا نفسها سوف تجد نفس السنة القانونية موجودة التي تقول بتحول الأديان حسب روح الأعراق التي تعتنقها بالضبط كما في الهند توجد في أوروبا العقائد التي أثبتتها النصوص ظلت ثابتة لكن مع ذلك هذه النصوص بها صيغ مختلفة يفسرها كل عرق موجود في أي أمة أوروبية عن العرق الآخر في أوروبا سوف نجد اسم المسيح الواحد يشتمل على وثنيين حقيقيين على سبيل المثال الديانة اللي كانت في بريطانيا قبل المسيحية اللي هو شخص اللي يعبد الأصنام هذا الشخص أصبح مسيحي وثني مسيحي الاسباني الذي يعبد التمائم اصبح مسيحي نفس الشيء هناك صفة مشتركة بين الإيطالي اللي يقدس صور العذراء في كل قرية كما يقدس بالضبط مختلف الآلهة قبل المسيحية لذلك نحن إذا أوغلنا في البحث يقول جوستاف لوبون سوف يسهل علينا الأمر، سوف يسهل أن نثبت أن الإنفصال العظيم الذي أسفرت عنه على سبيل المثال ثورة الإصلاح الديني اللي قادها مارتن لوثر. لماذا حدثت ثورة إصلاح ديني؟ سبب الثورة هو أن الكتاب المقدس اللي هو الإنجيل كتاب ديني واحد لكن أمم وقبائل وعروق وقوميات مختلفة تعتنقه او تعتبر كتابها المقدس لذلك كانت شعوب الشمال اللي خل... اللي هي المانيا وانجلترا على سبيل المثال تهدف الى ان تحاجج في عقائدها وتنظم وتنظ... شؤون حياتها نفسها بنفسها تعتنق الحريه وتعتنق القانون على العكس من شعوب الجنوب مثل ايطاليا هذه الشعوب التي تميل الى البقاء متاخره سواء من ناحية الحرية وكذلك من ناحية الروح الفلسفية هذا الموضوع لم ينتهي حلقة ثانية نكمل به موضوع جوستاف لابون شكرا لكم